على الله. اهلا، الله يعطيك الخير. شكرا. شكرا، الله يعطيك الخير. الله يرحم الوالدين. كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل، كنت سولت داك السيد إن عاد لي فين كيتباع الشعير، ومشيت باش نشري الشعير الاخوان حيت ما بقاليش، وملي مشيت ما لقيتش هذاك السيد. واليوم تقاضى لي هذاك التبن، اخر خنشه بقات لي عطيتها له الصباح في التربيه، دوز بها هذا النهار هذا، وما بقاليش ليه ما ياكل. وتا البلاصه فاش كاين ما فيهاش الربيع اللي غي رعاه فيه. ايوا دابا تعطلت في القهوه ورجعت للدوار وبديت كنقلب، والله العظيم الا شي ساعه وانا كنقلب على الشعير. دابا مشيت لديك الدار اللي كنعاد لي داك السيد وبديت كندق فيها وما يتخلعوا، ما بغاوش يفتحوا لي، بداو كيطلوا من الشرجم وتخلعوا وما يصونيو لواحد الجاره ديالهم. قالوا لي راه شي واحد براني كيعيط لينا كيصوني علينا، ما كيدق علينا، ما نعرف شكون هذا. وتخلعوا، وديك المره بدات كتعيط لي وهي مخبعه عاز، قالت لي شنو بغيتي ولدي من تما، حيد من تما. قلت لها خالتي راه ما بغيت، راه باغي غير نشري الشعير ماشي شي حاجه. قلت لي هذوك الناس راه ما كيبيعوا الشعير، مول الشعير راه كاين حتى الجامع. صافي ملي قالت لي حدا الجامع مشيت كنقلب على الجامع، وانا نلقى داك صحاب الشعير، لقيتهم كيشارجيو واحد كيديشارجيو الرموك ديال الشعير نيت، وتقديت من عندهم الشعير. وقالوا لي فين كتبات، اجي تبات معنا، اجي تعشى، اجي. المهم بداو كيرحبوا بيا. قلت لهم الله يكثر خيركم، راه خليت الخيمه ديالي والحمار ديالي ما يمكن ليش. صافي المهم قالوا لي الا بغيتي الغطا نجيبوه لك. قلت لهم راه عندي لي ساكوشه، شكرا بزاف الصراحه، الله يعمر هذا. ولا طوند دابا غنديولو الشعير غيفرح، وغنشوفو الرياكسيون ديالو. لازم نطول بالجهد. انتوما كيف ما كتشوفوا كنت رابطو مزيان، داير له كلشي هنايا، ودابا الاثر ديالو ما كاينش. وانا ملي كيسمعني من بعد كيبقى يهرنط، ملي ما سمعتش التهرنيطه ديالو عرفت واقيلا ما غيكونش. ودابا جيت والله ما لقيتو، بالله مشكله. صباح الخير عليكم، انا عاد فقت صراحه، ما نعستش والله، ما نعست بالله، فقت بكري ما فطرت ما والو. دابا انا طالع نقلب على اخوان، كيف ما عاودت لكم البارح مشيت للقهوه باش نمونطي لي فلوغ، رجعت من ديك القهوه ومشيت مشيت نشري الشعير الاخوان، شريت الشعير وجيت هذا الشعير باش نجيب له يتعشى بالشعير. والصباح اليوم زعما الصباح مع 6 الصباح درت غندير الديبار باش نوصل بكري لواحد الدوار. ايوا وقع داكشي اللي ما كانش في البال، لقيت خوان ما عرفش واش طلقلو شي واحد، واش داه شي واحد. المهم كنت رابطو مزيان يعني ما عندوش كيفاش يهرب، ولقيته مشى. صافي دابا راني كنحاول نهدأ في الاعصاب ديالي. سولت واحد السيد جالس قدام ديك العين، قال لي راه عاد دابا جيت مقدم دوك الفداد راه ما بانليش. قال لي صافي طلع للدوار سول الناس، قال لي الا ما لقيتيهش سير لعند البراح ديال القبيله ويبرح لك باش اللي لقاه يجيبو لك. دابا نتمنى نلقاه بكري باش صافي نخوي من هاد البلاصه هادي،
لانني باغي نافونسي، لان البرد هنا بزاف راه ما تصوروش على برد. الليله ديال البارح، هاد الليله هادي البرد ديالها زايد على البارح والبارح. دابا يدي ما كنحش بيهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنا ما كيبانش، هنا ما كيبانش كاع، ما كاينش لاطر ديالو. نرجع نقرب لقدام هاد الفدادن، واخا قال لي داك السيد راه ما بانليش، نرجع باش نحيد الشك، لان البلاصه اللي غيمشي هي اللي فيها الربيع، ونتمنى نلقاو هنايا. ما لقيتوش في ديك البلاصة، دابا غنمشي ندخل للدوار لهيها، نتمنى نلقاوه تما. على الله. هذاك السيد اللي شفتو معايا دابا مسكين بدا كيقلب معايا عليه، سولته بدا كيقلب معايا عليه، قدامنا عندي النمره ديال التليفون، قال لي انت يا هبط لهنايا، قال لي راه غيكون غير في هاد الفداد هادو، قال لي انت يا هبط قلب هنايا وانا غنقلب لتحت، و الى بان لي راه غنصوني عليه، ونتمنوا نلقاوه. الى لقيتو دابا بكري غنرجع نجمع. هانتوما كيف ما كتشوفوا ما كاينش الحس ديالو هنايا، يعني بلا ما ننزل. صافي الاخوان، مشى الاصدقاء، هذه الحلقه النهايه ديال الاخوان. دابا جا واحد الدري اللي عندي قال لي راه البارح صونا له شي سارح، قال له فين هو داك مول الحمار، قال له راه الحمار ديالو مشى صافي، ما عارفين شده. ايوا هادشي اللي عطل الله. صافي الاصدقاء، ربما هذه النهايه ديال الاخوان معانا في الرحله، والله العظيم انا نوريكم. ها البارح كيف فقت، ها فين كان مربوط البلاصه، فين كان مربوط هي هذه، ها هي هذه الحفره ديال الوتد، عطيتو الفطور ديالو، عطيتو هذه الخنشه هذه عامره بالتبن، بقى كياكل. ايوا ملي رجعت لقيتو مشى، هانتوما في الليل مشيت كنقلب على الشعير كيف ما قلت لكم، ها هو الشعير جبتو ليه، هاد الخنشه الصفراء هادي، ها هي هانتوما كلو الشعير البلدي، ها هو 10 كيلو. ايوا شويه جينا لقينا مشى مسكين، ما عارفين خرجت به دابا. السلام عليكم سي، ما بالكش واحد الحمار بحال هذا، والو هرب لي، عرفتي هذاك ديالي فيه السمطه حمراء، ما عرفتيش هرب لي، ما عارفين مشى، عايز كنقلب والو. اش هي الناس يشتم صافي يا شيخ،
لا اعوذ بالله يا ربي السلامة يا ربي السلامة نبي محمد يا ربي السلامة. لا لا ما كاين لا حشيش لا والو لا الكيف لا والو. الله يعمل هذا علي شكرا. اي الرحلة الرحلة صافي. ايوا على الله. احنا الاصدقاء عاد لقينا خوانا حتى الخمسة د العشيه من 6 الصباح انا كنقلبوا عليه يلا لقيناه دابا وراوه لينا واحد الدراري هو الدري وراه لينا هو واحد البنات الدرع باش لقيناه. شوفوا حطيت الخوان الشعير وجات واحد المعزة كدبز معاه على داك الشعير. شوفوا شفتها الدو انا نمشي لعندها دابا مشات كتزحمو في داك الشعير. شوف انا نمشي والله الا كيدبز معاها بغا يعطر. شوف برش اي اتعدو صافي ودا الرئيس. اي واخيرا بعد عناء طويل الاصدقاء انا لقيت خوان. هانتوما متى تبدات كتغيب الشمس وما الا تبدات كتغيب الشمس من الصباح ملي طلعت الشمس وانا كنقلب عليه حتى دابا عاد لقيتو. وصيت الدراري الصغار وصيت واحد البنات ولقاوه لي ودورت معاهم فرحوا وفرحوني زعما. وانتم شوفوا كرشو كيفاش رجعات عصو راح يجمني مع الناس مشى دخل الفداد ديال الناس زردها بالتفاح. شوفوا كرشو كيفاش رجعات هادشي كامل غير تفاح كلا لهم تفاح كلا لهم راه من الصباح من اللي من البارح من الليل هو كياكل في التفاح. ازردتي ودا اخوان انت بعدا جمعتيني انرجي باش نضربو هاد الدراجي الصعيب هذا. واخيرا هذا بعد رجعت الروح قسم منرفز حيت خوان مشى ودابا راها 6 ديال العشيه. دابا تغديت كليت مزيان دابا غنتكى دو غنعس نجبد عليها بنعسه. اهلا الله يعطيك الخير شكرا اخويا هذا السمن وردوا لينا شكرا الله يعطيك الخير الله يرحم الوالدين. انا نشوف شي حاجه ندير فيها السمن الله يعطيك الخير. انت اللي جبتي لي اللي وريتيني البلاصه ديال الحمر ياك الله يحفظك. شنو سميتك؟ تبارك الله عليك قدام هادي الله يحفظك. نديرو هاد السمن هنا اقول لها شكرا بزاف الله يعطيكم الخير. صافي هي الله يعطيك الخير يا مهدي شكرا بزاف. هانتوما شفتو الجود والكرم دابا هاد الدري هذا من دوك الدراري اللي مشاو وراوني خوان فين كاين. دورت معاهم بداو كيدعيو معايا والديهم قالوا لي الله يعطيك الخير شكرا فرحتيهم. ودابا شوف مشى لعند الوالده ديال وراها زعما داكشي اللي عطيتو ودابا صيفطات له معايا قالت له هاك ديلو هو جاب لي 4 ديال البيضات بلديين وجاب لي السمن. هاو الله يكثر خيرهم. صباح
صراحة هاد لي جيست فحال هادو دي جيست بساط ولكن كيخليوك ترتاح فحال هاد الناس وما تسخاش بيهم. والله العظيم هانتوما يعني باش يتفكروك فحال هكا راه شي حاجة بالنسبة لي دابا فحال هكا. الله يعطيهم الخير والله إلا ناس مزيانين الصراحة هاد الناس هادو والله إلا مزيانين. ها انتوما هما عطاونا هاد البويطات بلديين هادو جابهم الله كيديرو جوج دراهم ونص. ديك المرة في ديك القرية ديال تغيغاشت كنت شريتهم بدرهم كان رخيص ودابا رجع بجوج دراهم ونص هاد البيض البلدي في القرى ديال المغرب. اما في المدينه واقيلا يكون واصل 5 دراهم ملي هنايا كيدير جوج دراهم ونص في المدينه واقيلا غيكون ب 4 دراهم ولا 5 دراهم. دابا هانتوما جاب الله هاد 4 هاد البيضات هادو وحده غنتعشى بها وحده نفطر بها وهاد السمن هذا عرفتو يلاه جاب دينو من يلاه جاب دينو واقيلا باقي طري باقي جديد هي الريحه ديالو زوينه ماشي بحال داك اللي كيكون قديم. الريحه ديالو زوينه زبده بلديه واقيلا ماشي سمن صراحه ما كنميزش ما بين الزبده بلديه والسمن ما هما كيقولوا له السمن ولا ما نعرف واش السمن واش الزبده الله اعلم. دابا هذه 9 ديال الليل غادي نوجد العشاء ديالي وغنشاركوا معكم العشاء ديالي غيكون خفيف ظريف. تغديت بالطاجين ودابا غنتعشى بالروز والحليب انتغش كنبقى نديرو ديما كنديرو ناقص وما كيشبعنيش. دابا غنحاول انني نكثر شويه حيت كيجي زوين كنزيد له زيت العود كيجي يا سلام. هادشي ما عرفتش واش كافي ولا ما كافيش نشوف اقيلا كافي صافي نحطوه هنايا في البوطه ديالنا وغنزيدو الماء. هاد الاكله هادي سهله ودغيا كتوجد وما فيهاش صداع الراس دونك داكشي علاش كندير بزاف الروز هكا وكيشبع كيكالي هادشي علاش. دابا نشعلو عليه يطيب بلاتي نسيت الملحه نزيد واحد شويه الملحه صعيبة شوية نزيد شوية المليحة بسم الله الله انا عارف بان ما خصنيش نشعل البوطه في وسط لاطونط ولكن راه كاين الريح بزاف وكيف ما سبقت قلت لكم بان هاد البوطه غير شينوا اي كيكون غير شويه ديال الريح ما كتبغيش تخدم. هذا داكشي علاش كنشعلها لداخل وراه ديجا هاد الموسيكر ديال لاطونط الى عقلتو راه كنتقطع لي بسببها كنت شعلتها لداخل وهي تقطع هاد البلاصه هادي تحرقات. ودابا انا كنزيد نغامر عاود ولكن ماشي مشكل. دابا درت له الملحه غنخليه يطيب مزيان من بعد كنزيد له نيدو عندي هنايا نيدو غنزيد له واحد جوج ديال المعالق ديال النيدو. وفكرت ان هاد السمن اللي جابوا لي اللي جاب لي داك الدري ما عنديش الخبز باش غناكلو دونك غنزيدو لهذا الروز هذا هو ونيدو نشوفو كيفاش يطلع خربيق المهم ونتمنى تطلع اللذيذه هي هذه. كنظن راه غيكون طاب الروز ديالنا ها واحد وها جوج وغنزيد واحد شويه د الماء باش هذاك الحليب يتخلط اي باش يتخلط وصافي
بارك ودابا نخلط صافي. وهو كيتعسل من بعد غنزيد له الزيت زيت العود وشويه السمن وغطلع الاكله. يا سلام على العالم. السمن غنزيدو دابا نيت لان بان لي طاب فغنزيدوه السمن باش نطفيو عليه ونزيدوه الزيت. وها هو ناضنا السمينه ديالنا. يا سلام هادشي كيفاش غيطلع؟ غيطلع ناضي. انتوما نزيد شويه اصلا ما عنديش الخبز باش غناكلو غير نزيدو في هذا الروز هذا نتمتع به هذه الليله هذه ثانيه نزيدو هاد شويه صافي بركه وقيل هادشي قاضي غارق. هانتوما شو كيفاش كيتعسل دابا بارك عليه. انا طفيت عليها الاخوان صراحة طلع يا سلام المذاق هو هذاك. او دابا غنخليه يبرد شوية وغنتعشى وغنعس لأن الصباح ان شاء الله مع الساعة غادي ندير الديبار بحول الله. صباحو على خير. عايلي يا للا للا وانا مشيت يا للا للا ما بيا غير عيونك اللي خليت هم اسبابي فات الدنيا. عايلي يا نار الفرقة كي نكويت وما سبابي فات الكيا غيرك يا للا ما حبيت يا ناجر الغرام عليك.